حاسه ان احنا اجريسيف زياده عن اللزوم. لافيني السلاح وعد الجثث. انا النهارده متعصبه. انا حاسه برضه ان انت متعصبه. وبعدين الاسلحه اللي معانا دي يعني حاسه المسدس الاخضر قوي بتاع الميه. طب ايه، احنا هنتكلم في موضوع ليه علاقه بالعصبيه برضه شويه صح؟ اه بقول لك ايه، احنا معانا معداتنا، رجالتنا، كاميراتنا، كروهنا، لايتاتنا يلا بينا نشوف راي الناس ننتشر على طول. يلا يا صاحبي باي. قبل ما نبدا اي كلمه، ايوه خليني اتعرف عليك الاول. عبد الله، عندك كام سنة؟ 34. 34؟ شكلك كدي اصغر. انت جيم ومجانس وترابيس وكده؟ لا خالص خالص، فوتوشوب. اسمها مش عارفه اسمها ايه، استرويدز ده ولا طبيعي؟ لا لا طبيعي. يا راجل كلكم بتقولوا كده. طبيعي. ماشي. وانت ماشي كده قلت ايه، اخدك كده اسالك كام سؤال. احنا برنامجنا عيش سعيد، ف حلو. ايجابيه طاقه شباب حماس. ايوه بس هو السؤال مش طاقه وشبابيه وايجابيه خالص. ساعات كده واحنا لما نمسك الواتساب بتبقى جاهز كده من حد وتقعد تكتب مسج طويله قوي، كاتب كلام يعني لو ما ينفعش تعرفوا بعض في الحقيقه تاني. أيوه اصلا ايوه ترجع تمسحها وتقول ايه يعني ده شطان. كالم داون. كالم داون. واحد اثنين اضربه من الاول. فانت الشخصيه دي اللي ممكن تكتب مسج رخمه لحد على الواتساب؟ بصراحه لا، انا بفضل المواجهه. مواجهه فيس تو فيس احسن. بيحصل ايه في مواجهه؟ حابب اعرف. لا يعني الكلام اللي انا بكتبه بقوله بقى وجها لوجه، بيبقى احلى بكتير. طب قبل كده بعت مسج لحد بالغلط؟ او صوره غلط او لا حاجه؟ لا لا غلط. مسج مسج لحد غلط. احكي لي كده لو ينفع. لو ينفع تحكي لي. اتمنى ان ما تكونش سامعانا بس. هو يعني ايه مثلا؟ لا يعني كنت ببعت مسج لحد وبعتها لحد تاني خالص. فعشان تروح له تماما. فهو الحد التاني انبهر يعني. وما كانش بقى الديليت دي بتاع الديليت مسج دي، كانت لسه الاوبشن ده كان نزل. ما كانش لسه لا نزل. لا كان من زمان. طب قولي لو عايز توصل رساله لحد بتقول له ايه؟ حد نفسك تقول له كلمة حلوة؟ مش لازم تكون لا حلوة. ممكن مثلا أبسط حاجة مسج ممكن تبقى لماما. ماما لا كلمة إيه؟ حلوة. طب يعني دلوقتي، يعني لو حد دلوقتي بعت لك الصبح مسج فيها كلام سخيف، بترد عليه ولا بتستنى لما تواجهه؟ لا في الأركايف. والله انت جامد قوي على فكرة. انت سلامك النفسي ده عاجبني جدا. أركايف على طول. الناس كتير قوي في الأركايف. طب بتجري الفويس نوت تايمز 2؟ لو اكتر من دقيقه بسمعهاش اصلا. والله اتبسطت جدا ان انا كنت بعمل الانترفيو ده معاك، وعجبني جدا طريقتك وسلامك النفسي في ان انت اي حاجه معصباك انا مش هدي لها اهتمام. كله في الاركايف يا باشا. وعلى الدنيا السلنكتين ورق عنب. دي لجان. ميرسي يا عبد الله. انا هدخل افتح كده على طول وانزلك كده على طول. مساء الفل. تعالي انزلي، انت خايفه ليه؟ تعالي الاول. اسمك؟ رأيه. رأيه، الله اسمك حلو قوي. مين اللي نقل اسم؟ مامتي وبابايا. يعني اقتنعوا هما الاثنين بالاسم. انت حباه ولا مش حباه؟ كنت في الاول مش حباه بس بدأت يعني. طب في ناس بتنطقوا غلط، في ناس بتغلس عليكي كتير؟ لا بس كل ما حد بيسألني بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا ان هو يعني حلو جديد يعني. لا بينطقوا ازاي اللي بينطقوا غلط؟ رقية. رايقة، حاجات كده. رايقة؟ طب انت رايقة فعلا؟ يعني مش قوي. طب قولي لي، دايما بيبقى فيه كده احيانا بنتعصب ونقوم فجأة ماسكين الموبايل وبكاتبين مسج طويلة عريضة، وقبل ما نبعتها نحس لا ايه اللي احنا بنعمله ده ونقوم ماسحينها تاني. بتعملي الحركة دي؟ هو يعني ساعات ببقى مترددة. بس بتبقى اكتر حاجة في اللي هو ان انا عاتب حد. ببقى يعني كاتبه باراجراف كبير واللي هو خلاص هبعته، واحس ان لما بعته بعدين وممكن بقى يجي بعد كده رد فعل اللي هو برود واندم ان انا بعت، فما بقتش يعني ساعات اوقات كتير ما بقتش ابعت بالذات في العتاب يعني. مين اخر حد بعتي له مسج عتاب كده؟ ما تجاوبيش. ها فريده. كنت بتعديه على ايه؟ انا
ردتش عليا. ما ردتش عليكي؟ ده عادي يعني. عادي في اوقات من صحابي اللي هو بتكلم كتير وكده ومحدش بيسمع، فخلاص ما بقتش اقول اللي هو اسمعوني وكده خلاص. طيب بعتي مسج قبل كده وعملتي ديليت فور مي وقعدتي بقى يا نو ما كانش قصدي دي مش دي؟ بس يعني في الحاجات اللي هي بجد بتبقى جد مش بعمل ديليت فور مي، ببقى مركزه قوي فبعملها فور ايفري وان عادي. واحيانا بقى بنعمل الغلطه الكبيره ونعمل سكرين شوت وبدل ما نبعتها لحد تاني نبعتها لنفس الشخص اللي احنا عملنا له. لا ببقى مركزه برضه، هي اللي بتقعد تعملها. هي اللي بتقعد تعملها. ده بنزلي لي بقى، انزلي لي، تعالي لفي من الناحيه الثانيه، تعالي كبي. في واحده هنا يا جماعه بتذاكر بس في ايديها اي لاينر تقريبا، مش عارفه. اسمك ايه؟ انا اسمي عائشه. عائشه قولي لي، انت هاديه وبارده زي ما قلتي على صاحبتك ولا انا ما بحسش ان انا بارده خالص؟ يعني بحس عصبيه ومتسرعه او اللي هو متردده. ده انت بقى بالظبط اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو اللي بيبعت المسج في وقتها او ما بعتهاش. اقعد انا اندسايزف قوي، يعني ممكن ابعت المسج او ابعتها اكتبها في النوت تفضل عندي في الثلاث اربع ايام، او انا اللي بعمل حركه اللي هي ديليت فور مي دي وببعت سكرين شوتس بالغلط. يعني الموضوع عندي كارثه. ايه اكتر كارثه عملتيها في الموضوع ده؟ مش فاكره، كنت بتخانق مع حد وعايزه احكي لاصحابي فاخدت سكرين شوت قمت بعتها لنفس الحد، فالموضوع كان بالنسبه لي محرج قوي، بس حاجات كده يعني. طيب قولي لي، انت من الناس اللي بتقعد تبعت فويس نوت؟ لا انا بكره الفويس نوت، واي حد بيبعت لي فويس نوت بكرهه. انا مش بتاعت فويس نوت. لا 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 بكرهه. التكست اسرع عليك؟ طب والمكالمات اثرت معاكي في ايه؟ لا ما بحبش المكالمات، انا حدش كلمني، انا هو التكست مسجز وبس خلاص. لا حد يسمع صوتي ولا عايزه اسمع صوت حد؟ بالظبط. طيب وانت من الناس اللي تسمع فويس نوت بسرعه كده، اللي هو لو جات لك فويس نوت بعمله سبيد اللي هو تايمز 2 ده؟ على اكتر من دقيقه بكسر الصراحه، ما مش هسمعها اصلا. صح. طيب اوكي، عرفيني كده في الاول على نفسك، الاسم، السن، العنوان، الشغل. نوران 23 سنه، شغاله سيلز هنا في زايد. سيلز؟ اوكي. سيلز عقارات؟ لا مش سيلز عقارات، ده ابلكيشن بي تو بي. بصوا احنا بنتكلم عن الرسائل الغاضبه. الرسائل اللي انت بتبعتيها كده وبتبقي مش جزه، ده انت يعني لو شفتي قدامك او شفتيها قدامك هموتكوا كلكم. بكتبها كتير عارفه، وبمسك نفسي كده في اخر لحظه. ده في كل حاجه. ايوه انا بقى عايزه الاقي بمسك نفسي اخر لحظه. مالها؟ ايه اللي بيحصل بقى؟ احكي لي كده بيبقى ايه. بصي بقى، وانت متعصبه قوي تبداي تكتبي مسج بسرعه 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 وانت كده. بعدين تبداي تترجمي بقى ايه ده، هو انا هقول كده بجد؟ لا مش صح قوي اللي انا اعمله ده. بس بترجعي في اخر خطوه، بس انت من جواكي عايزه تبعتيها جدا يعني. أوكي. عايز تعملي اكتر من كده كمان. طيب وانا عن نفسي بحب مثلا ابعت فويس نوت اقول اللي جوايا اكتر. انتي بعمل كده برضو ولا تكستنج؟ لا انا كولينج وفويس نوتس وحاجات كده. بكره التكستنج، بكره الحاجات اللي هي من ورا، انا مش شايفه حاجه دي. ولا سامعه ولا اي حاجه. اوكي. بحب اكتر الكولز والفويس نوتس. والفويس نوتس بتجريها تايمز 2 و 1.5؟ ايوه جدا. انت معاك بقى يعني فويس نوت ام كلثوم معاك نص ساعه. في حاجه لو مش فاضي عاتبك كل ده؟ ايوه مش فاضي عاتبك. امال لو كنت فاضي كنت عملت فينا ايه؟ ايوه ده حقيقي. انا فعلا. انت برج ايه؟ عشان بحب اسال السؤال ده دايما. جد؟ ايه ده؟ طب ده انت على طول بتقطعني يعني. انت لو بتلتحمي. ايوه حسيتي المشكله ان انا بعت مسج ما تبعتش، دي مشكله كبيره بالنسبه لي. وبتبقى قهره قوي. طب وسكرين شوتس ايه بقى؟ قبل كده اصلا حسبها كتير قوي ان انا اعمل سكرين شوت لحاجه فبعتها لنفس الشخص اللي عامل له سكرين شوت. فبتبقى اللي هو يا ارض مش انشق، يا ارض خديني وابلعيني اصلا يعني. ايوه ده حصلت لي قبل كده. لو ايه ده، بص بقى انا مسمياك ايه عندي انت يعني؟ عشان انت ما تعرف غلاوتك. انت اكتر حد بحبه في الحياه. اوكي. وانا اصلا ببعتها لصاحبتي يعني.